فضيلة الشيخ، نعود إليكم فضيلة الشيخ، والآن أنا أتوجه إلى فضيلة الدكتور سهيل زكار. فضيلة الدكتور، عندنا إحدى أزواج النبي في الجنة وحرضت على عثمان وهي مسؤولة عن دم عثمان، حتى الشاعر يقول لها: فمنك البداء ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر، وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لنا إنه قد كفر، وهبنا أطعناك في قتله، فقاتله عندنا من أمر. هذا ابن أم كلاب، كان من المعاصرين. وعندنا طلحة يحرض على عثمان، والزبير يحرض على عثمان، ثم طلحة مع الزبير يحاربان الإمام علي، وكل هؤلاء مبشرون بالجنة. فضيلة الدكتور، الآن يجينا مسلم عقله صافي، لا هو سلفي ولا وهابي ولا ما عنده سموم في ذهنه، ويتعجب من هذا الكوكتيل، من هذا الخلطة، يعني مجموعة كلهم في الجنة وكلهم يتقاتلون. تقاتلوا على الدنيا أم تقاتلوا على الآخرة؟ إذا تقاتلوا على الدنيا فليسوا أهلا للجنة، وإذا تقاتلوا على الآخرة فهذا معناه ضلال بعضهم. كيف نفسره؟ الآن هو سألنا فضيلة الدكتور، كيف نجيبه فضيلة الدكتور؟ أعود الآن إلى موقف السيدة عائشة أم المؤمنين. السيدة عائشة غضبت من عثمان لأمور كثيرة، وتعلق بعضها بميراثها الذي طالبت به من فدك، وتعلقت بعضها أيضا بأنها راودتها أحلام أن تكون هي سيدة دار الإسلام تحكم باسم عبد الله بن الزبير ابن أختها، ولذلك كانت تدعو نفسها بأم عبد الله وهي لم تنجب. كانت تظهر على الناس وتأخذ بيديها قميص النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: انظروا، هذا قميص رسول الله لم يبلو بعد، وبلت سنته على يدي عثمان، اقتلوه نعسلا قتله الله. ويبدو أنها شعرت أن الظروف توترت كثيرا، فهربت من المدينة إلى مكة لتعد مؤامرة جديدة مع الزبير وطلحة ومع يعلى ابن منية الذي جاء من اليمن وصادر إبل الصدقة والأموال ليمول فيها الفتنة. فكيف رضي؟ ونقول مبشرين، لا أدري من الذي بشرهم. كيف رضي الذين نقول أنهم مبشرين، وكيف رضيت أم المؤمنين بأن تخرج دون إذن من ولي وتذهب إلى العراق وتقود الجيوش؟ ما أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيرضى، وكان قد حذرها بقضية التي ستنبحها كلاب الحوأب. إنما أنا الذي أستغرب كيف بلغ الحقد بمن نسميهم مبشرين وبالسيدة عائشة ضد الإمام علي كرم الله وجهه، وأثارت أو فتحت باب الفتنة. وطبعا مقتل عثمان قد ندعوه فتنة، لكن طلحة، والذي قتل طلحة في يوم الجمل هو مروان، ومروان لولا أنه كان متيقنا من أن طلحة هو الذي يتحمل المسؤولية عن قتل الخليفة الراشدي الثالث عثمان لما قتله مروان. طبعا مروان كان متأكد تماما، إنما الذي فتح باب الحروب الأهلية بين المسلمين وعطل مسيرة الإصلاح وأوقف حركة الجهاد وحول أو ساعد على تحويل المسلمين من مواطنين قائمة مواطنتهم على العقيدة إلى خول أو إلى رعية، ومكن معاوية من أن يصبح الملك الأول. يعني أنا لما بتعامل مع تيوفانس المؤرخ البيزنطي الذي عاصر معاوية، ومع سيفيوس الأرمني، كلاهما قال معاوية هو قنصل أو هو إمبراطور، يعني
تحدثوا نعم. عن معاوية على أنه مثل الإمبراطور البيزنطي وتخلق بأخلاق نعم. الإمبراطور البيزنطي نعم. ولم يكن خليفة للمسلمين كما هو متوجب. نعود إليكم إن شاء الله فضيلة الدكتور. نعود إليكم. أنا عندي نص خطبة ل طبعا مشاهدين الكرام، ليس البرنامج محاكمة، سمعت كلام عن الإخوان المسلمين كذا، هذه قضايا تدخل في البرنامج باعتبار أنه تيارات فكرية هي اللي قاعدة تتكلم عن التاريخ. كل مؤرخ ينتمي إما إلى مذهب أو إلى دين أو إلى جماعة أو إلى حزب أو كذا، فالإنسان يسمع ومن حقه، ونحن إن شاء الله نستقبل آراءكم إن شاء الله على موقع القناة. هناك كلمة للأمير المؤمنين عليه السلام موجودة خطبة هذه في نهج البلاغة، الشيخ المالكي إن شاء الله يعطينا تحليل، يقول لو أمرت به لكنت قاتلا، يعني الإمام علي عليه السلام يقول لو أمرت بقتل عثمان لكنت قاتلا، مثل ما قال الشاعر فقاتله عندنا من أمر، أو نهيت عنه لكنت ناصرا، يعني لو نهيت عن قتله لكنت ناصرا له، غير أن من نصره لا يستطيع أن يقول خذله من أنا خير منه، ومن خذله لا يستطيع أن يقول نصره من هو خير مني، وأنا جامع لكم أمره، استأثر فأساء الأثر، وجزعتم فأسأتم الجزع، ولله حكم واقع في المستأثر والجازع. يعني فضيلة الشيخ الإمام علي يشهد على عثمان إنه استأثر وأساء الأثر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني قبل تبدأ فضيلة الشيخ قبل تبدأ فضيلة الشيخ، يعني احنا اليوم عندنا معارضة إسلامية كثيرة شاردة هاربة في لندن في استراليا في كذا، ونفس الأعمال اللي عملها عثمان هي نفسها اللي قاعد يعملوا فيها الحكام اللي هربوا منهم. نعم. فيرفضوها من الحكام الحاليين ويقبلوها من عثمان. نعم. زين هذا الكيل بمكيالين، كيف ننظر لفضيلة الشيخ؟ هو نتيجة يعني ما ذكرته صحيح. يعني كلمة الإمام علي هذه هي من أعدل ما قرأت للأمانة، من أعدل ما قرأت في تقييم نبي عثمان. استأثر فأساء الأثرة هو ولاته، وجزعتم فأسأتم الجزع، ولله حكم في المستأثر والجازع. وأيضا عندما ذكر أنه إلا أنه لا يستطيع من نصره أن يقول خذلني خذله من أنا خير منه، من هو من هو من أنا خير منه، ولا يستطيع من خذله أن يقول نصره من هو خير مني. لا وهذا حق، لأن معظم معظم اللي هو كانوا طبقات، معظم الذين كانوا ضد عثمان أو ضد سياسة عثمان هم طبقات، منهم المقاتل ومنهم المحاصر ومنهم الراضي ومنهم الخاذل ومنهم إلى، يعني هم مجموعة طبقات كلهم يجتمعون، وهم الأنصار وأهل المدينة وبقية العشرة، بقية العشرة أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين كنا يكتبنا الأنصار اتركوا الجهاد تعالوا في الجهاد هنا أولى. فإذا هذا الإجماع من الذي نصر؟ نصر عثمان طبعا، حتى الذي نصره مثل ابن عمر، ابن عمر كان يعتبر مناصر عثمان إلا أنه يعترف بأن عثمان أعطى قرابته من المال، عندما سئل عن عثمان قال إنما أعطى قرابته فسخطتم ولو أعطى قرابتكم لرضيتم، إذن معنى هذا اعتراف حتى من داخل الخط أو من داخل الحاشية، حاشية عثمان. عثمان رحمه الله كما قلنا في حلقات سابقة أصبح مستولى عليه، كان ضعيفا واستولي عليه، وهو كما قلنا ضعيف من الأساس من قبل حتى ما يكبر، هو يعني شخصيته ليست بهذه القوية أن يأمر، كان مروان يستطيع أن الحاشية يؤثر